أما فيما يخص كرة اليد فكما كان متوقعا، كما كان متوقعا، منتخب مصر كرة اليد النهاردة في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية فاز على منتخب غينيا بنتيجة 33-15. اكتساح يعني، اكتساح، اكتسح كل مجريات هذه المباراة. تعرفين مصر تستضيف هذه البطولة للمرة الثانية على التوالي. البطولة بدأت اليوم 17 يناير وهتنتهي إن شاء الله يوم 27 من نفس الشهر، شهر يناير. ألجيريا أنغولا